بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج. كثير من الأخوة والأخوات يقولون بأننا نستلم الراتب أو إننا نعمل في محل، ولكن لا نستطيع أبدا ضبط المصروفات. نصرف كثيرا من المال، لا نستطيع أن نسيطر على مسألة الصرف، وربما في بعض الأحيان يكون الصرف أكثر من المدخول بكثير. ماذا أفعل كي أسيطر، كي يبارك الله سبحانه وتعالى في رزقي؟ كما يقول آية الله السيد إبراهيم الزنجاني، هو أن تقول في كل يوم: اللهم صل على محمد وآل محمد، يا حميد الفعال ذا المن على جميع خلقه بلطفه. كرر هذه المقولة، هذه العبارة، هذا الذكر على الأقل في اليوم 100 مرة، 100 مرة، وإذا استطعت أن تفعله 1000 مرة في اليوم فإنك تنال من الخير الكثير وترزق رزقا واسعا، يكون المدخول أكثر بكثير من الصرف. اللهم صل على محمد وآل محمد، يا حميد الفعال ذا المن على جميع خلقه بلطفه. جرب ولا تشك. برنامج صباحات والأيامين محمد، خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.